كل بحث علمي ما هو إلا تفسير لآيات الله، لنتفكر ونتدبر ونعقل حتى نؤمن يقينا بأن الخالق المصور هو الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. خلق الله سبحانه وتعالى آلاف بل ملايين الكواكب، وسخر للإنسان كوكباً واحداً للحياة. تخيلوا معي أكثر من 600 آية في القرآن تحثنا على التفكر والتعقل. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كثير من الآيات التي ذكرناها في هذه الرحلة وهذه السلسلة ليست جديدة علينا وعليكم ولا غامضة، ولكننا غفلنا عن التدبر والتفكر. افتحوا صفحات هذا الكون بالتأمل فيه. طول عمرنا نمشي عليها مستوية ولا نعلم أن لهذه الأرض تشققات، فما سر تشقق الأرض؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قال العلماء عن الآية والأرض ذات الصدع أن التصدع يكون لخروج النباتات، وهذا صحيح، ولكن مع الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت أن التصدع أكبر من ذلك بكثير. بعد الدراسة المستفيضة اتضح لنا أن الأرض محاطة بشبكة هائلة من الصدوع، وأن هذه الصدوع عبارة عن صمامات أمان للأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. When the rain is infiltrating in clay soils, then the volume is expanding. The reason is water layers are around, the particles are around the layers, and they take the water off, and at that moment, the earth or the soil is bigger, has a bigger volume. يكبر حجم التربة لأن حبيباتها تنتفخ بالماء، يعني تربو، كما جاء في الآية. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أقرب نجم إلينا 4.25 سنة ضوئية، وهو ألفا قنطورس، هذا جارنا بالجنب. السنة الضوئية هي وحدة القياس المعتمدة في حساب المسافة بيننا وبين النجوم، وتقدر تقريبا ب 300,000 كيلو متر في الثانية. gli spostamenti delle stelle sono ovviamente molto piccoli e solo adesso, diciamo, attraverso delle tecniche piuttosto elaborate siamo riusciti a misurare in maniera accurata anche la distanza, il movimento di stelle molto distanti. فلا يمكن أن نرى هذه النجوم في السماء من الأرض، فكل ما نراه الآن هي مواقع النجوم. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى
هدى لقوم متقين. مواقع النجوم تدل على عظيم ودقة صنع الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك نجوم تولد وأخرى تموت، ولن يبقى في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله العسل داخل واضح. لا يقوم النحل بكل الأدوار مع بعض، فلكل نحلة دور معين. فهناك من تذهب لجلب الرحيق، وهناك من تشتغل، وهناك من تحرس، وهناك الملكة. التكامل، عدم الحسد، ما في شيء يسمونه حسد داخل خلية النحل. حدثنا عن أعجب شيء وجدته في النحل. أيش ني أركيتكت يبرسوس ربليتا. جاشكن شيء يبن بليتا سيبن دوت أس ني أركيتكت نيريدوس نيريدوس سيبن دوت أج بريشيس أج برسوسر. الرحيق يتم تناقله من نحلة إلى نحلة حتى يتم تصفيته كعسل. Ogni ape aggiunge un po' di enzimi e altre sostanze che servono appunto alla maturazione del prodotto nettare per diventare il miele. تبارك الله. لم يذكر سبحانه وتعالى علاج، ذكر شفاء. لو علاج ممكن يشافي يمكن ما يشافي. نعم، أودع الله سبحانه وتعالى في العسل الشفاء، ولكل داء دواء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المؤمن شفاؤه يقينه بالله سبحانه وتعالى، والدواء سبب من الأسباب. إذا أردنا أن نتداوى يجب علينا أن تكون قلوبنا كقلب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملا. تنعدم كل أشعة الشمس في البحار على عمق تقريبا 1000 متر ويختفي الضوء تماما. Even if you have your strobes to look around, you never see more than a few square meters. فهذه المنطقة جدا مظلمة، فالكائنات الحية اللي في هذه المنطقة يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى أنها تعيش على تفاعلات كيميائية معينة، لا على عملية البناء الضوئي كما يحدث على سطح الأرض. مهما كانت أعماق البحار بعيدة عن أشعة الشمس، إلا أن الله خلق الأمل والحياة فيها. عالم مذهل شاهد على خالقه، فلا تنتهي في جوفها العجائب. قد تكون الأعماق بعيدة، لكنها ليست بعيدة عن رحمة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. في بعض الكائنات تنير نفسها لاصطياد يعني الفرائس وغيرها، وبعضها لا، تستخدم التفاعلات الكيميائية لتكون الطاقة بالنسبة لها. الذي أحيى هذه الكائنات بهذه الظلمات قادر على أن يحيي قلبك بالإيمان، ولكن الجأ إليه. دكتور، نحن الآن نعيش على الأرض، ما نشعر بنعمة الجاذبية، وأنت ذهبت إلى الفضاء وجدت وعرفت نعمة الجاذبية اللي نعيشها نحن الآن في الأرض. حدثنا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. So I remember even on day 3, even after 3 days of staying in space, my muscles become so shrinking in size. My bones become osteoporotic, become osteopenic. My heart changes, my kidney changes. I get flushes in my face. So many changes occurs when I was in space because of no gravity in space. So the Russians really train you very well. That is why gravity is very important. There's a reason why Allah created gravity on Earth. هل تساءلت في يوم من الأيام كيف تكون الحديد؟ لو سألتكم الآن سؤال، من أين يستخرج هذا الحديد؟ لقلت من الأرض. لماذا قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد في الآية ولم يقل وأخرجنا الحديد؟ يحسب العلماء أن الطاقة اللازمة لتكون ذرة حديد واحدة بعملية الاندماج النووي تفوق كل الطاقة في مجموعتنا الشمسية عدة مرات. And you need that energy, you need that temperature of the nuclear fusion to create iron. And iron is the last element a star can create itself through nuclear fusion. And after that, all the other heavier elements are made either in star explosions, in supernova explosions, or later in that process. فعندما انفصلت الأرض من الشمس لم تكن سوى كوة من الرماد. ف
فجاء الحديد أو جاءت نازك الحديد فاخترقت كومة الرماد هذه. انصهار كومة الرماد هذه أخرج بها ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض الذي نعرفه وكل الغلاف الغازي للأرض. انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى لخلق هذا الكون، كل شيء يسير بمقدار ونظام، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الذي دبر أمر هذا الكون قادر على أن يدبر أمرك السهل والبسيط بالنسبة لخلق هذا الكون الواسع. فيا أيها الفقير، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر رزقك، ويا أيها المظلوم اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر حقك، ويا أيها العاصي الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر هدايتك. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما أعظمك يا رب كل الأمر لا، ما أكرمك ولا أنت أرحم من. Das heißt, bei den einheimischen Arten sind es manchmal Ameisenhaufen, die können bis zu 2 Meter hoch sein. Und bei den Blattschneiderameisen ist es so, dass die Nester 50 Quadratmeter groß werden können, bis 8 Meter tief. Das sind gigantische Ausmaße, alles von einer Königin. Ja? Und nur diese Königin hat das Ganze sozusagen aufgebaut. Und das ist das, was ich sozusagen dann auch ein bisschen so wahrgenommen habe, gelernt habe, dass wirklich also ein kleines Individuum so viel schaffen kann. ما هو التفسير العلمي للكلمة التي جاءت في القرآن لا يحطمنكم سليمان؟ Ants have got covered in this chitin, this outside bone. It's called an exoskeleton. And when it's hard, it crushes. And you can even hear it with the big ants. If you press on an ant's head too much, you can hear the crack. And I think that's why we say that you crush or crack an ant. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. انشر الخير بين الناس وعلمهم ما ينفعهم تدعو لك النملة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كل شيء تدب فيه الحياة لابد أن تكون إحدى مكوناته المياه، فبالماء تجري الدماء في عروقنا وتجري الأنهار في عروق الأرض، بالماء ينبض القلب وتحيا الأرض، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تحدث القرآن عن مكوث الماء في الأرض دون أن يفسد في آية عظيمة في سورة المؤمنون، فقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. ما يحيا شيء إلا بوجود الماء، يعني لو عدم الماء أو تلوث الماء مثلا، يعني تجد المجاعات مثلا في أفريقيا وغير لعدم وجود الماء، عندهم الشمس، عندهم الطاقة، عندهم أمور كثيرة، لكن ما عندهم الماء والحياة منعدمة. وأصعب شيء احنا فعلنا في تسلق الجبال اللي هو الماء، أو أكثر شيء قدرة اللي هو الماء، لأن على الجبل ما عندنا ماء، ما نقدر نشيل معانا، ما في دكان نروح نشتري ماء. وصلنا نقطة اللي أشوف فيها الأعلام اللي أعلام القمة، يعني عارف أنه باقي لي ساعة أني أوصل القمة، وحسيت الطاقة وصرت أمشي أسرع وأسرع، وصراحة شوي وصلت قبل ربعي بربع ساعة يعني، والدموع تنزل، يعني دموع تنزل ما تقدر توقفها، يعني خلاص أنك أنا وصلت، يعني حلم 7 سنين وأنا أحاول أوصل هالقمة هذه. ورسالتي مش لكل شخص أنه يصعد لجبل، بس رسالتي لكل شخص يصعد الجبل اللي داخله، لأن كل واحد عنده أفرست، مش لازم أفرست اللي أنا طلعته، بس كل واحد عنده أفرست، بس هل أفرست اللي لازم إحنا نتخطاه ونوقف على قمته؟ فكما أن الجبال وقممها تعلمنا الصبر والإصرار، فهي نعمة عظيمة للأرض في بداية تكوينها سبحان الله. لأن ألواح الغلاف الصخري التي تفتتت لها القشرة الأرضية تطفو فوق نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. مع دوران الأرض حول محورها كانت هذه الألواح تجري بسرعات فائقة، هذه السرعة لا تسمح لتربة أن تتجمع، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لكائن حي أن يعيش. لذلك كانت الجبال من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا في بداية خلق الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالجبال
هي التي ثبتت ألواح الهضم. هذا البيان الساحر، هذا الجمال الباهر، إعجاز قول فاخر جاء به الوحي الأمين. الكاميرات الموجودة حاليا تحتاج إلى ضوء معين، اتجاه عدسة معينة لتصوير جزئية بسيطة. في المقابل نجد أن العين سبحان الله تحتوي على جميع هذه العدسات والأدابتيشن أو التوافق مع الضوء الموجود في المكان. أوتوماتيكيا ما نحس فيه إحنا ولا نشعر، العين من تلقاء نفسها سبحان الله تسوي نوع من التوافق مع الواقع. مؤثر كلام الدكتور سبحان الله لما تكلم عن العين أن عندها القدرة أنها تستطيع تغير عدستها خلال ثواني بما يناسب الضوء، وإحنا سبحان الله في التصوير نحتاج وقت طويل أن نغير عدسات الكاميرا بما يناسب الضوء. سبحان الله، نشوف هذا الخلق، نشوف الجبال، نشوف الأمطار، نشوف الغيوم، نشوف الخضار. نعم. أنت لما تسافر شنو تشوف وليش تسافر؟ الله، عندما أكون جالس ويقال لي عن منظر وأنا أكون في الواقع مع هذا المنظر ولكن أرسمه في خيالي زائد ما قيل لي أو ما طرح لي بالواقع، يدمجون مع بعض فترسم الصورة الجميلة في مخيلتي، بالإضافة إلى الهواء. طبعا الهواء هذا نشعر فيه ما نشوفه. نعم. وإلى الأجواء المطرية وصوت النهر، وتظهر صورة والله يا شيخ ما أبالغ لك أنها أجمل من الذي ترونه في واقعكم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أثبت العلماء أن الإنسان كلما ارتفع في السماء تحشرج الصدر وضاق، وهذا الكلام سبحان الله مطابق تماما للآية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا الكلام سبحان الله لم يكتشفه الإنسان إلا قبل 100 عام من الآن. النخيل هي أكثر الأشجار ذكرا في القرآن، قوية وراسخة لكنها رقيقة وكريمة، ترضى بالقليل وتجود بالكثير. هذه الشجرة قد تصل في طولها إلى 30 متر، ما الذي يثبتها في التربة؟ والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات أي طويلة شديدة الطول، وهذا الطول يعطيها الاتزان، ولولا هذا الاتزان لسقطت النخلة مع الرياح الصحراوية الشديدة. وجذور الخلا فيها ميزة سبحان الله تختلف عن باقي الأشجار، تسحب الماء وتفلتر الماء نفسه. وذكر الله سبحانه وتعالى النخيل في القرآن أكثر من 20 موضع. تخيل في هالأرض الجرداء هذه الرمل تطلع لك فاكهة في حرارة تصل إلى 60-70 تحت الشمس، وماي مالح. فالنخلة ثابتة تتحمل الجفاف وتقلبات الطقس، كذلك المؤمن ثابت وقوي بإيمانه يتحمل الفتن والشدائد والابتلاءات. لما استهزأ الكفار والمشركين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أن محمدا يذكر في كتابه الذباب والنحل والعنكبوت، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهذه البعوضة أصغر من تلك الحشرات التي ذكروها. And the needles are very very tiny and they're able to slice into the skin. فعطاها شكل دريل، بعدين عقب ما تثقب الجلد تدخل خرطومين اخرين تمص فيهم القذاء. And then there's another one of these little needles that secretes a protein in there that will make the mosquito be able to continue to draw the blood out so no coagulation takes effect. عندها كل الأجهزة الداخلية مالت الكائن الحي الحيوان داخل جسمها مع أنها حشرة صغيرة. فهل عرفتم الآن عظم خلق هذه الحشرة العجيبة؟ لفظ عظيم قد بدا أعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. الدم والكرش الذي يحوي الفرد عنصران أساسيان في تكون اللبن، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل
من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن من بعض الدم ومن بعض الفرث، فكيف نستسيغه؟ Per cui quando noi consumiamo il latte e apprezziamo il tipico gusto del latte, questo strettamente dipende dalla quantità e dalla qualità del grasso. Poi abbiamo il lattosio. Il lattosio è uno zucchero, ma che conferisce una certa dolcezza al latte. عندك اللاكتوز وعندك الفيتامينز كاملة. سبحان الله، من العلف والزرع إلى هذا اللبن السائغ. لذلك العلماء يعتبرون البقرة الواحدة عبارة عن مصنع متكامل. هل تأملت في يوم من الأيام وتفكرت لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى هذا الحليب سائغ جاهز للشرب من غير أي تعديل ولا تكرير؟ إنه التسخير والتكريم من الله سبحانه وتعالى لبني آدم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ لاحظ، مع هذا التسخير من الله سبحانه وتعالى، اسمع تكملة هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أقول للملحدين والمعاندين: كفوا ألسنتكم عمن سخر لكم الأرض ومن عليها. جزيئات الكلوروفيل هذه نجدها في عضيات خاصة في النبات، بنسميها الكلوروبلاست أو البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء اللي ذكرها الدكتور، سبحان الله، ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. هذه البلاستيدات الخضراء هي السبب في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. Zusätzlich kommt in die Pflanze durch die Stomataöffnung auf der Blattunterseite CO2 aus der Atmosphäre. Das CO2 aus der Atmosphäre und die Energie aus der Atmosphäre zusammen mit dem Wasser, was aus dem Boden hochgeleitet wird. عند تحليل الماء يخرج الأكسجين من الثغور الموجودة على سطوح الأوراق، وهذا الأكسجين هو الذي نستعمل في التنفس. سبحان الله، الإنسان لا يملك من الأمر شيء. نعم، نحن نبذر البذور، ولكن من ينبت هذه البذور؟ من ينميها؟ من يرعاها؟ من وضع هذه القوانين الكيميائية والفيزيائية في النباتات؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نلاحظ أحرف العطف في آية الأجنة تجدها مهمة ومعبرة، فثم تفيد التراخي، أي بعد مسافة طويلة ومدة طويلة، وحرف الفاء يفيد قرب المسافة، تعني التتالي والمسافة القريبة. اسمع معي هذه الآية ولاحظ أحرف العطف. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم، ثم صارت العلقة هذه مضغة. المضغة اللي الحين حنتشكل فيها، يبدأ يتشكل أول شيء عند الجنين، يتشكل عند العظام. وهذا تسلسل سر إلهي الله سبحانه وتعالى. كثير من العلماء إلى اليوم يتساءلون شلون يتشكل العظم. بعد العظم تجي قضية تطلع عندنا العضلات. كل المؤتمرات العلمية في العالم في مجال الأجنة اللي يحضرها كبار المتخصصين في هذا المجال يندهشون من الوصف القرآني الدقيق والمفصل لتكون الجنين في بطن أمه. وبلا شك أن هذه الحقائق العلمية لم يأتي بها بشر قبل 1400 سنة، بل جاء بها الله خالق هذا الجنين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لما نزل القرآن على جزيرة العرب كان أقرب الحيوانات لهم الإبل، لذلك الله سبحانه وتعالى أشار بالنظر لها.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انظر وتساءل، من سخرها لك؟ من ذللها لك؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون؟ طبيعة تركيب الجسم الحيوان اللي هو الإبل نفسه يختلف عن باقي أي حيوان ثاني. الشق الموجود في الشفاه يساعدها أنه يأكل حتى النباتات الشوكية الموجودة، نباتات قاسية، ليس فقط مقاوم للحرارة وللفقر الغذائي، ولكن أيضا سبحان الله مقاوم للأمراض بشكل مميز. الأغنام أو الأبقار ما عندهم قواطع، زين، لكن الإبل فيها قواطع. الخفين الموجودين بالنسبة حق الإبل يمشي في الرمال ويمشي، هذا يعطي قوة في التحمل. الله عز وجل لما قارن خلقه في السماء والأرض والجبال، نعم، أيضا من ضمن هذه المقارنة القوة. أي نعم، سبحان القوة. الله القوة سبحان الله. الناقة بالصيف ممكن تقعد 10 أيام 15 يوم ما تشرب أبدا أبدا، ولا تجزها التأثر ولا تجزع، يعني أي. تحتاج بس ما تجزع. يخزن الماء في الإبل على شكل دهون بحيث يتم حفظ هذه الدهون في السنام، وعند احتياج الإبل إلى الماء عندما ينقطع عنه الماء يتم أكسدة هذه الدهون، ونتائج الأكسدة الكيميائية للدهون هي الماء وثاني أكسيد الكربون. فهل يعقل بعد هذا الكلام أن يأتي شخص يتحدث عن الصدفة؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ما أعظمك يا رب كل الأمر له، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملا. نرى الطائر في السماء يرفرف بجناحيه متحررا من جاذبية الأرض، من أمسكه؟ من سخره؟ من علمه طريقه ورزقه؟ Das Skelett bei Vögeln, also das geht alles was Gewichtersparnis bedeutet, ist beim Vogel verwirklicht. Bei uns wiegt das Skelett ungefähr 10-15% der Körpermasse, beim Vogel 8-9%. Die Knochen sind hohl. Bei uns sind sie gefüllt, beim Vogel sind sie hohl, die haben Stabilimente, also Querstreben innerhalb der Knochen, damit der Knochen nicht zusammenfällt, aber er ist dadurch viel, viel leichter, also jeder Knochen ist viel, viel leichter als bei uns. Wir haben eine viel leistungsfähigere Junge, sie haben viel leistungsfähigere Muskeln. الأجنحة والريش والعظام في الطير والتيارات الهوائية في السماء التي تحمل الطير لم تأتي صدفة ولم توجد عبث، بل هي مسخرة من الله سبحانه وتعالى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يوجد عضلة صغيرة موجودة على الركاب، أحد عظيمات الأذن، فإذا حدث صوت عالي تقوم هذه العضلة بالانقباض. عظيمات الأذن هم 3 عظيمات، وثلاثهم هم أصغر 3 عظمات في جسم الإنسان، حجمهم جدا صغير، عظيمات جدا دقيقة، ممكن أن بعود الإذن تكسرهم 3 مع بعض بحركة واحدة. ولكن سبحان عظمة الخالق شلون أن هالعظيمات الصغيرة التحرك بعضلات مربوطة فيهم يوصلهم دم ويتحركون بكل سلاسة ويعظمون لنا الصوت اللي جاي من برا ويعطونا وظيفة جدا عظيمة على حجمهم وصغرهم. من حكمته سبحانه بأن جعل لنا أذنين ولم يجعل لنا أذن واحدة، فبأذن واحدة لا نستطيع أن نميز اتجاهات الأصوات. ومن حكمته سبحانه بأن جعل الأذن لا تستطيع أن تميز ترددات الأصوات العالية حتى نستطيع أن نعيش. إنه الحكيم، أحكم خلقه وأتقن صنعه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Water and fire don't go together. Everybody knows that, I think. الحقيقة العلمية المهمة جدا التي يجب أن تظهر للجميع أن هنالك نار في وسط المحيط. بعد البحث، البحار التي تتفجر منها البراكين والبحار التي تخرج لنا غاز الميثان هي الأقرب للقسم القرآني والبحر المسجور. لذلك
أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم، يعني ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. هنالك 250 بركان مشتعل في الأرض. في كل يوم نكتشف شيء جديد في هذا الكون ونعتقد أننا أدركنا كل شيء، ولكن مع مرور الزمن ندرك أننا نجهل أمور كثيرة في هذا الكون، فلا يعلم ولا يدرك كل شيء إلا الله سبحانه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لم تكن رحلة بسيطة بالنسبة لي، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق عظيم ومبهر. لم نتوقف عن التسبيح طول هذه الرحلة، فكيف لو رأينا الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا لك أشد عبادة وأكثر تسبيحاً وتحميدا وتمجيدا. قبل الأوان لا شيء كان، فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله، كحل رؤاك بكل ما صنعت يدا. فسيروا تروا كيف براهم الله. كفو سالم كفو، فلا عيب هنا. كنت يا أخي وسبحان الله، هذه هي آلية التوتر. عارفين يشبون النار، يبقى النار من شبابها يا عزب. ما شاء الله القومة الحين قشرة. سكت.